اليوم كنتواجدوا بقاعه الاجتماعات مقاطعه سيدي مومال لاجراء القرعه للساكنه ديال الدوار معزوز. الناس اليوم اللي كانت اليوم همات واحد 12 اسره اللي اقامت بالاداء ديال واجب البقعه وجات اليوم درنا لهم القرعه ديالهم. في السبت مسبوق انا وولدي خدينا بقعه وبنيتي تم استفدوا كلشي استفدت مع عائله معزوز كلهم استفدوا الحمد لله وشكرا الله ينصر سيدنا. القرعه دازت الحمد لله مزيان كلشي داز على عينينا كنشوفوا كله فين جاتو كيزل الجوابيد كله فين جاتو كله رزقه كله رزقه بالاستفاده ديالو. عارف ياسين 43 مبروك عليك رب العالمين مبروك عن سميره. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.